استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله في قصر آل صخير اليوم سعادة السيد عبد الله بن عبد الملك آل الشيخ سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة وسعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وسعادة السيد عبد الله الشطي القائم بأعمال سفير دولة الكويت الشقيقة. وأشاد جلالته خلال اللقاء بالموقف الداعم للأشقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة لدعم وتعزيز استقرار الأوضاع المالية في مملكة البحرين، منوها جلالته بما يجسد ذلك من الروابط التاريخية الراسخة التي تجمع الدول الشقيقة بمملكة البحرين والتي تأكدت في أكثر من محطة لتعكس الحرص على توطيد عرى هذه العلاقات الأخوية انبثاقا من الإيمان بوحدة المصير المشترك الذي يجمعهما. وقال جلالته إن البحرين تحمل التقدير والامتنان لما أعلنته الدول الشقيقة في إطار التواصل الأخوي المستمر على جميع المستويات وتعزيز أسس التعاون والتنسيق المشترك. وأشاد جلالته بالجهود التي يوالي بذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوضع برنامج متكامل لدعم الإصلاحات الاقتصادية واستقرار الأمور المالية لتعزيز الاستدامة واستيعاب المتغيرات الراهنة والمستقبلية، مؤكدا جلالته على الدور الكبير الذي سيسهم به دعم الأشقاء الذي يعتبر إحدى نماذج التكامل بين الأشقاء في رفد البرنامج الذي سيتم الإعلان عنه قريبا لتحقيق أهدافه بما ينسجم مع حجم الطموح لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.